السلام عليكم ورحمة الله. أركان الإسلام الخمسة معناها بالإيطالي التشينكو فوندامنتي دي الإسلام سونو البريمو كريدو إن سولو ديو السو بروفيتا محمد عليه أفضل الصلوات، ثانيا سوغوندو فاري التشينكو بريري يعني إقامة الصلاة، ثالثا دوناسيوني يعني الزكاة، رابعا رمضان صوم معناه صوم رمضان، خامسا فاري فيزيتاري لا مكة سي هاي لا بوسيبيليتا فينانسيارا يعني حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا.